يعني كلمة توجهها لأسرة الشهيد أحمد رضا. الله يرحمه ورحمه واسعة ويكون في ساحة جناته إن شاء الله. يعني أنا شايف الشعب المصري متعاطف كله مع وفاته، ونأمل إن شاء الله إن التحقيقات اللي هتجرى بوزارة الشباب تظهر الحقيقة للرأي العام، وفي النهاية هي أعمار وما فيش حد بيموت قبل عمره، لكن محبة الشعب المصري ليه وهذه الدعوات التي رأيناها على وسائل التواصل الاجتماعي بتؤكد إنه كان شخصية محبوبة، وإنه إن شاء الله عز وجل سوف يكون من المرحومين بإذن الله تعالى. ومريض البطن كما هو معروف شهيد عند الله سبحانه وتعالى، المبطون والحرقة والهدمة شهداء عند الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن ينزله منازل الشهداء وأن يجعل دعوات كل الإخوة وكل الشعب المصري في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى. مبادرة العمل الرياضة عموما، لكن أنا يعني رد الفعل اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي يعني جعلني مبادر بتقديم العزاء لأسرته الكريمة، وتقديم العزاء للشعب المصري، وتقديم العزاء للأسر الرياضية في مصر إن شاء الله. وأنا يعني مش عاوز يبقى فيه تلاسل ما بين هذا وذاك على وسائل السوشيال ميديا أو على حتى القنوات الفضائية. إذا كان فيه حقيقة غائبة أعتقد التحقيقات سوف تظهرها للجميع، ويعني ربنا يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا دكتور.